بشكل عام مستوى المنافسة السنة دي، هل شايف في صراع حقيقي على القمة بين أكتر من فرقتين ولا هم ده أهلي وزمالك. بس كده؟ آه مفيش أي حد ممكن يخش. هي المنافسة اللي هتفرج عليها في الثالث والرابع. تالت بين مين ومين يا كابتن؟ يعني عند بيراميدز، السموحه، المصري، بالتالي الثلاثه دول اقرب. اتحاد اسكندري، سيراميكا، اتحاد اسكندري ما يخشش. ما اعرفش، النتائج حلوه قوي ومره واحده اخر 6 ماتشات لم يحقق فوز الحقيقه. مع ان بيأدي كويس، يعني ماتش المصري كان كويس جدا وانتهى بهدف بضرب الجزاء في الاخر، وحصل مشاكل حتى بعد المباراه. مع الاسف. لو فاق ورجع هيخش في المنافسه، هو كان في المنافسه معاه لغايه قريب. لكن بيراميدز انت شايفه واحد من الاربعه؟ طبعا بيراميدز وسموحه. وسموحه سموحه بيأدي بشكل كويس جدا. طب سموحه عنده كام تعادل قدامك يا كابتن؟ كتير، تعادلات كتير جدا. 14 تعادل يتهيألي. والله حتى لو ما كان معايا برضه السنه اللي فاتت كان تعادلات كتير جدا. ايه بقى حكايه التعادلات دي؟ بص ما اعرفش، يعني انا يعني بنأدي بشكل كويس جدا، يعني المقاولين كنت كسبان المقاولين 1-0 وخلاص، ضرب جزاء في الاخر اتعادلوا. بتبقى كسبان ويحصل حاجه من ساعه الفار ما دخل. من ساعه الفار يعني. لكن لا هي يعني بالشكل دفاعي كويس جدا. بس الوقت يمكن في افراد في سموحه دلوقتي تقدر تعمل فارق في الناحيه الهجوميه بشكل كويس.